شكرا جزيلا لك. والله مقيم للمطاعم كلها والكافيات في المملكة العربية السعودية سلطان، كيف حالك؟ الحمد لله. مساعد ذويك ذويك اللي ياكل وادد ابو داحم الذوق كله صراحه صراحه. معليش يا مساعد، معليش كذا المقدمات لا تقول لي شيء، خلاص ما حكيت. اول شيء ليش يحطوا لك انت الاول وانا الكبير؟ انت شوف تدري تدري عشانك انت بتجي. اي قايل له قايل خالق شوف شلون فاهم، شوف شلون فاهم، دور مشاكل انت. اوه حبيبي عجل نواف على طول ما شاء الله يمجلك. الا انا ترى ما لا واضح من وجهك، واضح ما شاء الله. نجرب جرب دي هذه، قل بسم الله كذا شفت وجربها. اذا انت تحب سبايسي بتدعي لي، اذا انت بتحب سبايسي بتدعي لي واتحداك ما تدعي لي بسرعه. والله جميله هذه. هذا يقول لك بالترفل يا حبيب قلبي، شوفوا الترفل، ها ها بالترفل، بالترفل يا فيصل. وير تو ترفل فيصل؟ انا جاي سينما صراحه جد لي. يقول لك هذا بالبرميزا برميزان برميزان، هذا السالمون. ايوه اي انت بس اقطع ها خله بعد. يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله شباب. اتفقنا انا اذا صورت وقطعت كيلو. واضحه شوف ستيك، جربها. يا سلام يا سلام. بالعافيه. هذه ريزوتو ما شاء الله. كيف سالم معك؟ ها؟ وترجع تاخذ منها غصب مرة ثانية؟ والله غصب ممتاز جميل مارزو. يا عيالهم حاطين لنا صحون بس فجأة احنا دخلنا. هذه فوندو بستاشيو قصة. شكرا والله. فوندو ستيش. وهذه ايش؟ شوكليت سربرايز. في عسل سربرايز. انا والله طبعاً برا ودي اسوي كذا على طول. انا برا صدق، انا برا شغل سعد باقي الدواقه اللي كنت بجرب ابعد. انا صور عشان سجلها عليه وصلت من جنب سجلها عليه. والله خوفي فان بسم الله. هذا ايش هو هذا بالضبط؟ هذه تراميسو مع كيك فانيلا مع كيك بسكويت بودر. تراميسو عذاب. انا قاعد اتذب اليوم. ترميسه مع فانيلا مع كيك فانيلا. شباب شبي لا لا لي هذا خلاص مصر ليه الحالي خلاص نثبت هذا عندك. خذ سوي. لا ورا يلا شباب بعليكم
انا هنا بس يخلوني اقول واحده ثنتين. انا بنقول لكم او انا قلت لكم انتم شفتوا المطعم، شفتوا الاكل، ما شاء الله تبارك الله، مكان تقعد تروق فيه واكل جميل. حتى بنزل لكم الفاتوره الاشياء اللي مره عجبتني صراحه، اللي مره عجبتني. ما شاء الله تبارك الله اكلهم جميل، الجلسه تفتح النفس، وحتى خاصه بعد الجلسات الخارجيه اللي اكلنا فيها الحلا صراحه ما شاء الله تبارك الله. بنزل لكم الفاتوره، احفظوها عندكم، احفظوها عندكم عشان اي مره تروحون عندهم تقولون نبغى الاكلات هذه. وفوق هذا ترى اذا رحت عشيت عندهم قل لهم، بس قل لهم جايكم من طرف بن قاسم، بيعطونك حلا، بيعطونك حلا جميل هديه.